هاي. ما في أرقام دقيقة عن عدد الأبنية التراثية يلي بعدها موجودة ببيروت. سنة 1995 كان في 1016 مبنى على لائحة وزارة الثقافة، صاروا 520 بال 1997، وتم بوقت لاحق تصنيف 200 مبنى أثري منها بس. عدد من أبنية بيروت التراثية عنده قيمة كبيرة، وفي أبنية رغم عدم قيمتها التراثية المهمة تنخرط ضمن نسيج معين بحي أو شارع، فلهيك عندها قيمة. المباني التراثية ببيروت موزعة على سرسق، جميزة، عين المريسل، انطارة، سبيرز، الظريف، زق البلاط، البيشورة، البسطة تحت، الأشرفية، اليسوعية، عبد الوهاب الإنجليزي، مارن أولى، مارمارون، والمدور. مين قال لازم القانون يحافظ على هالتراث مش بس لحماية الهوية بس كمان لتحويل هالهوية لمصدر للجذب السياحي والنهوض الاقتصادي؟ أنا قال. بشوفكم بكره.